بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. بسم الله الرحمن. الحلقة 36 بعد 100. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة وإجابة الإخوة والأخوات. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ، حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل سفيان يقول: فضيلة الشيخ صالح، كيف يتسنى للإنسان أن يجدد إيمانه إذا أحس ضعفا في الإيمان، وهل الإيمان ينقص عند الصغير والكبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، الإيمان يزيد وينقص وقد يزول بالكلية بسبب النواقض أو بسبب النواقص التي تقع من الإنسان في أمور عبادته طاعته لله عز وجل. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا كنت تريد أن يزيد إيمانك ويترسخ ويبقى عليك بالإكثار من الطاعات وسماع كلام الله وتدبر كلام الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فتلاوة القرآن وسماع القرآن وتدبر القرآن مما يزيد في الإيمان، فإذا كنت تريد أن يزيد إيمانك ويترسخ ويثبت فأكثر من تلاوة القرآن والاستماع إليه تدبره، أكثر من الأعمال الصالحة، جالس الصالحين، اجلس في حلق الذكر عند العلماء واستمع إلى الدروس والمواعظ والتعليم النافع لأجل أن يزيد إيمانك. فالإيمان يزيد بلا شك، وهذا بنص القرآن: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الله جل وعلا جعل القرآن لمن تدبره وعمل به يزيد في الإيمان، والإعراض عنه نقص في الإيمان أو دليل على زوال الإيمان. هذا السائل يقول: عندي مجموعة من الأسئلة عن المسح على الخفين. يقول: إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر، فهل يتم مسح مسافر؟ لا يتم مسح مقيم، لأنه بدأ المسح وهو مقيم فيأخذ حكم المقيم ولو سافر أثناء ذلك. يقول: إذا شك الإنسان في ابتداء المسح ووقته ماذا يفعل يا شيخ؟ يحتاط، يعمل بالاحتياط. إذا شك هل تمت المدة أو ما تمت، شك في بداية المسح متى بدأ، فإنه يعمل بالاحتياط وهو الأقل. نعم. أخيرا يقول: إذا مسح الإنسان على الكنادة ثم خلعها ومسح على الشراب، فهل يصح هذا المسح؟ لا، إذا خلع الممسوح عليه بطل المسح. إذا مسح على الكنادر وخلعها بطل المسح. إذا بدأ المسح على الشراب وخلعها فإنه يبطل المسح أيضا، أما إذا استمرت عليه فإن المسح يستمر. كذلك الكنادر إذا استمرت عليه ولم يخلعها وقد مسح عليها بالبداية يستمر المسح معه. أحسن الله إليكم. هذا بلال يقول: رزقت بأنثى مولودة صغيرة وأريد أن أسميها أسينات، وحسب علمي بأن هذا الاسم لزوجة النبي يوسف عليه السلام، فهل هذا يمكنني؟ لا أعلم معنى أسينات، ولا أدري أن هذا اسم زوجة يوسف عليه السلام. إذا تأكدت من معناه ومن وروده أنه سمى به زوجة يوسف عليه السلام فلا مانع. الاسم الذي لا يتضمن معنى سيئا وليس هو معبد لغير الله لا بأس به، إلا أن يكون فيه تشبه الكفار أو أسماء الكفار لا يجوز هذا التشبه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ علاء له مجموعة من الأسئلة، يسأل في البداية عن يقول: ما هي حياة البرزخ؟ حياة البرزخ هي وجود الإنسان في القبر من حين يدفن إلى أن يبعث يوم القيامة، هذا يسمى البرزخ. والبرزخ هو الشيء الفاصل بين شيئين، لأن القبر فاصل
بين الدنيا والآخرة سمي بالبرزخ، من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أحسن الله إليكم الأخ مبارك. يقول فضيلة الشيخ، أريد قولا فصلا في قضية إهداء ثواب الأعمال، وأريد أن أهدي ثواب أعمالي إلى والدي المتوفى. الأصل أن الأعمال للعامل، هذا هو الأصل، وليس للإنسان إلا ما سعى، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ورد الدليل بجواز إهدائه كالدعاء والاستغفار، الصدقة عن الميت، الحج والعمرة عنه، هذه أمور وردة أنها تهدى ثوابها إلى الأموات، وما عدا ذلك فلا يهدى لعدم الدليل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ في سؤاله الثاني، ما صحة الحديث الذي في معناه جلوسك في المسجد إلى شروق الشمس وصلاة ركعتين تكون لك حجة وعمرة تامة تامة؟ الحديث كما ورد وكما رويته بالمعنى، المسلم إذا صلى الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله عز وجل إلى أن ترتفع الشمس، ثم يصلي ركعتين، يكون له هذا الأجر العظيم، حج وعمرة تامتين تامتين، فضل الله واسع سبحانه وتعالى. نعم. يقول الأخ بها، فضيلة الشيخ السلام عليكم، أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا كيفية الطهارة وما هي أحكام الطهارة، مأجورين. كيفية الطهارة، إن كانت الطهارة من النجاسة بغسلها، غسل النجاسة حتى تزول، وإن كانت الطهارة من الحدث كما بين الله جل وعلا، طهارة صغرى وذلك بالوضوء من الحدث الأصغر، طهارة بالاغتسال وذلك من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس للنساء، يغتسل بجميع بدنه ويعمم بدنه بالماء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ، هل هناك أذكار مشروعة بعد إقامة الصلاة يعتمد عليها؟ لم يرد أنه يقال أذكار بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام، يعني أذكار محددة ومعينة، لم يرد في هذا شيء. نعم. الأخت مريم تقول، ما حكم جلوسي مع إخوة زوجي بحضور خالتي أم زوجي؟ وتقول الأخت مريم، ما حكم جلوسي مع إخوة زوجي بحضور خالتي أم زوجي وأحيانا زوجي ولا يظهر مني غير الكف وألبس النقاب؟ لا بأس بحضور النساء مع الرجال في مكان واحد بشرط لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء، كون النساء على حدة والرجال على حدة، بشرط الحجاب إذا لم يكونوا محارم، تحتجب بجميع بدنها ولا تبدي كفها كما ذكر، تستر جميع بدنها عنهم. نعم. تقول السائلة، فضيلة الشيخ، هل يغسل ويصلى على طفل في الشهر التاسع مات في بطن أمه؟ إذا كان تجاوز أو بلغ 4 أشهر فإنه إذا سقط ميتا فإنه له حكم الجنائز، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن المقبرة على المسلمين، أن له لأنه نفخت فيه الروح. نعم. يقول الأخ صالح، فضيلة الشيخ، أنا أضارب بسوق الأسهم بالبيع والشراء وأحقق أرباح على هذه الأسهم، هل عليها زكاة على هذه الأرباح؟ كل ما أعد للبيع والشراء والتجارة فإنه فيه الزكاة من الأسهم وغيرها، والأسهم تكون سلعا، إذا أعدت للبيع والشراء إنها تكون سلعا لها حكم عروض التجارة. نعم. السائل يقول، فضيلة الشيخ، أسأل عن حكم طلب الرقية من أي شخص، وهل هناك أناس معينين لطلب الرقية منهم؟ الرقية تطلب من أهل العلم والعقيدة الصحيحة، عندهم علم بالرقية المشروعة والممنوعة، ويكون عندهم تقوى لله عز وجل، إذا حصل هذا فالرقية مطلوبة، هي سبب من أسباب الشفاء بإذن الله عز وجل. أما أن تطلب الرقية من جاهل لا يعرف، وقد يرقي برقية شركية ولا يدري، وجد الناس عليها أو قرأها في كتاب أو ما أشبه ذلك فلا، أو كان غير تقي، كان ذا عقيدة فاسدة، لا يجوز الرقية عنده، أنه لا يؤمن. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل وليد، يقول، ما هي صيغ الاستغفار، وهل كلمة استغفر الله تكون شاملة، وما فوائد الاستغفار في الدنيا والآخرة؟ استغفار طلب المغفرة، الله أمر بالاستغفار في آيات كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار، وكان يستغفر الله حين ينصرف من الصلاة، ويحصى له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة استغفر الله وأتوب إليه. الاستغفار مطلوب وهو عمل عظيم، الإنسان بحاجة إليه، لأن
لأن الإنسان عرضة للذنوب والمخالفات، كلكم خطأ غير الخطائين التوابون. استغفار طلب المغفرة، صيغتها يقول استغفر الله أو اللهم اغفر لي. قد جاء في الحديث سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول فضيلة الشيخ صالح سلمه الله، في العام الماضي وبعد يقول أخرت طواف الإفاضة لجعله مع طواف الوداع، ولما دخلت الحرم وجدته مزحوما جدا، فلم أطف للإفاضة ولا للوداع ورجعت إلى بلدي، فماذا علي الآن؟ لم يكمل حجك إلى الآن، حتى ترجع تأتي بطواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج. أرجع بادر بالرجوع إلى مكة وطف بنية طواف الإفاضة، ثم بعد أرجع إلى بلدي ويكون كافيا عن الوداع. نعم. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لهؤلاء الذين يتعجلون في، وإن تأخرت في مكة بعده بعد طواف الإفاضة، فإنك إذا أردت السفر تطوف للوداع. هؤلاء الذين يتعجلون في هذا المنسك فضيلة الشيخ ولا يسألون العلماء المشائخ عن هذه الأحكام ثم يقعون فيها ويسألون بعد ذلك، هذا من العجائب ومن تلاعب الشيطان بالإنسان. يأتي من بلده وقد يكون من بلد بعيد وأنفق نفقاته، تحمل مشاق لأجل أن يحج أو يعتمر، ثم يخل ولا يكمل. الله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله، تمام، لازم من الإتمام. إذا أحرمت بهما فلا بد من إتمامهما لأداء مناسكهما، ويكونان خالصين لله عز وجل. ولا يستعجل الإنسان، تأخذه العجلة فلا يكمل حجه أو عمرته، وإذا وجد زحاما فالحمد لله ينتظر حتى يزول الزحام. الزحام لا يدوم، ينتظر حتى يزول الزحام ثم يطوف ويسعى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ قام شخص بإعطاء مصحف وأمرني بوضعه في مكانه في الأمام، والإمام على المنبر يخطب يوم الجمعة، فهل حركتي هذه تخل بصلاتي؟ نعم، اجلس، ابقى على جلوسك وامسك المصحف معك حتى تنتهي الخطبة، ثم تذهب وتضع المصحف في مكانه. نعم. يقول السائل رياض، ما حكم الصلاة في مسجد ينحرف عن الكعبة في 59 درجة بارك الله فيكم؟ هذا تراجع فيه الجهة المسؤولة عن المساجد، تنظر في حقيقة هذا الكلام. أن بعض الناس قد يتوهم ويظن أن المسجد منحرف، مع العلم أن الانحراف اليسير لا يضر، الانحراف اليسير الذي لا يحصل به استدبار للكعبة هذا لا يضر، أو تكون الكعبة إلى جنبه هذا لا يضر. قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، الله جل وعلا قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالذي يرى الكعبة لا بد أن يستقبلها بعينها، والذي لا يراها هذا يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، ويكفي هذا والحمد لله. أحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول هل الإسبال فضيلة الشيخ في الثياب فقط، وهل يدخل ذلك السراويل والأزر؟ جميع الملابس لا تنزل عن الكعبين بالنسبة للرجل، فإن نزلت عن الكعبين فهذا هو الإسبال المحرم. قال صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، سواء الثوب أو الإزار أو السراويل أو البشت أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلته يقول بماذا يبدأ طالب العلم في طلبه للعلم الشرعي؟ طلب العلم الشرعي إن كان يريد أن يدخل في دور العلم المدارس والمعارف والكليات ففيها مناهج وفيها مقررات يدرسها ويحضر وقت الدروس، وإن كان يريد الدروس الجلوس عند المشايخ، الشيخ الذي أو العالم الذي يجلس عنده يستشيره في الكتب المناسبة. نعم. يقول الشيخ من نام عن صلاة الظهر والعصر ولم يستيقظ إلا في وقت صلاة المغرب، فهل يقضي الظهر والعصر قبل المغرب أم يأتي بالمغرب ثم يقضي الظهر والعصر؟ ما دام وقت المغرب باقيا لا يجوز له أن يؤخر الظهر والعصر، يصلي الظهر ثم العصر ثم يصلي المغرب. أما إذا خشي خروج وقت المغرب بمغيب الشفق فإنه يصلي المغرب أولا ثم يصلي الظهر والعصر. نعم. أخيرا يقول الاكتحال بالإثمت بالنسبة للرجل ما حكمه؟ طيب، هذا سنة، يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمت، وهو طيب في منظره وطيب للعين أيضا، علاج للعين يجلو البصر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل المعاد أريد الزواج من بنت عمتي، وعمتي قالت لي بأنها أرضعتني 3 رضعات مع
ولدها الأكبر، هل يجوز لي الزواج منها أم لا؟ إذا بلغ الرضاع خمس مصات يرضع الثدي ويدر عليه لبن ثم يدعه ثم يعود إليه خمس مصات، هذا رضاع تام يحرم. تكون أمك مرضعة، تكون أمك وبناتها أخواتك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت السائلة لها مجموعة من الأسئلة عن الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر، ما حكمها بالنسبة للمرأة؟ إذا رأت المرأة الطهر التام والنشاف بأن خرجت القصة البيضاء، نزلت عليها القصة البيضاء التي هي علامة الطهر، أو اختبرت المخرج بقطنة أو خرقة ولم ترى عليها شيئا، إنها تغتسل وتصوم وتصلي. فإن جاءها كدرة أو صفرة بعد ذلك فلا تلتفت إليها. أو لأم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد طهري شيئا، تعني على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: الشيخ ورد في الحديث بأن الإنسان يقول عند متابعته للمؤذن: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فمتى يقال هذا؟ وما الدعاء المشروع بعد الأذان؟ الدعاء المشروع بعد الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يتابع المؤذن لما يقول، ثم إذا فرغ المؤذن إنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، بعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. نعم. أحسن الله إليكم. هل يتابع الإنسان شيخ في الإقامة، يتابع المؤذن؟ نعم، الإقامة أذان يتابعه فيها إذا تمكن. نعم. الأخت غدير أرسلت بمجموعة من الأسئلة تقول: ما الفرق بين العقيدة والإيمان؟ إلهما شيء واحد، العقيدة والإيمان شيء واحد. نعم. أحسن الله إليكم. إبراهيم يقول: رجل تجاوز الميقات عمدا وهو يريد العمرة ثم رجع إليه وأحرم، هل عليه شيء؟ مدام رجع إليه قد استدرك، رجع إليه وأحرم منه قد استدرك. أما إن كان أحرم بعدما تعداه ثم رجع إليه وهو محرم فهذا لا يفيده شيئا، تجاوز الميقات فيكون عليه فدية. نعم. هذا السائل الأخ عبد الله يقول: أرجو من فضيلة الشيخ بيان القنوت في صلاة الفجر، هل ورد فيه شيء؟ القنوت في صلاة الفجر يشرع في النوازل، إذا حصلت نازلة للمسلمين كحصار عدو لهم أو نزول وباء غير الطاعون فإنهم يقنتون في صلاة الفجر وفي غيرها من الفرائض، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أما في غير النوازل فلا يشرع القنوت في صلاة الفجر. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال الأخ رأفت يقول: هل يجوز تأخير صلاة العصر بعد الأذان بنصف ساعة، وما هي السنة النبوية الصحيحة في ذلك، مأجورين؟ السنة أن تصلي مع الجماعة، إذا صلى الجماعة تصلي معهم ولا تؤخر، وإن كنت تصلي وحدك فتقديم الصلاة في أول وقتها أفضل من تأخير صلاة العصر، قدمها. كذلك بقية الصلوات ما عدا العشاء تأخيرها إلى ثلث الليل لمن لم يرتبط بجماعة أو لا يخاف أنه ينساها، أخيرها إلى ثلث الليل أفضل من يصلي وحده أو يصلي مع جماعة يثيرون التأخير، أفضل إلى ثلث الليل. نعم. نختم هذا اللقاء بفقرته الثانية، وهو سؤال عن صيام يوم الجمعة في حالة صيام واجب، والحالة الأخرى صيام شكر. صيام يوم الجمعة لا يجوز، منهي عنه، وإذا صامه لقضاء من رمضان فلا مانع من ذلك، إنما لا يصومه تطوعا، إذا أراد أن يصومه تطوعا فليصم قبله أو بعده ولا يصومه منفردا. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء.